السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير إن شاء الله، ونلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم شوية الحسوة بالشعير، شي حاجة صحية ومزيانة ما شاء الله. بسم الله على بركة الله. عندنا البلبولة الرقيقة، أنا غسلتها بالماء مزيان ورطبتها. قد ما غسلتيها مزيان كتستافدها، ولا كانت البلبولة الرقيقة تكون أحسن. وعندنا شوية تاع الزعتر وشوية تاع النافع، هادو هما العشوب اللي استعملت فيها أنا، واللي بغى يدير شي حاجة كتر يدير شويه الزعتر وشويه النافع وزيت العود والملحه وشويه الابزار. ونتمنى الله تعجبكم هذه الحسوه، لان حسوه صحيه وما تاخذش وقت بزاف، 21 دقيقه بحال هكاك. كنديروا الماء في الكوكوط ونديروها الطبخ. انا ما غسلتها ورطبتها، ما تاخذش ليا بزاف، حتى شي تقريبا شي 20 دقيقه بحال هكاك. من يطبخ مزيان تحاول تنشف من الماء، لان كاين الفرق ما بين الحسوه والعصيده. الحسوه كتكون شويه خفيفه، انا درت ليها الملحه طريقه البزار، وغادي نلوح شويه الزعتر وشويه النافع ونخليهم يطيبوا معاها. من الطيب مزيان غادي نزيد فيها زيت العود والحليب. هيا ما شاء الله، من الطبخات كيفاش كتولي خفيفه عاقده، ماشي عصيده، حسوه لانها خفيفه. بحال هكا ملي كتولي بحال هكا صافي، كنزيدو فيها الحليب والزيت العود وتقدم بالصحة والراحة. والحليب اختياري، اللي بغاه كل واحد كيدير النوع ديال الحليب اللي كيعجبو، اللي بغاه كل واحد كيدير النوع ديال الحليب اللي يعجبو. وفي التقديم راه من بعد تقدر تزيدو فيها زيت العود حتى في التقديم ديالها. وبصحتكم وراحتكم، ونتمنى الله تعجبكم هاد الوصفة، هذه هي النتيجة النهائية ديال الحسوة. ودابا ان شاء الله بإذن الله غادي ندوزو نوجدو البريوات. انا شاركت معكم لقطات خفاف. عندنا الزيتون مقطع، بسم الله، عندنا زيتون مقطع، عندنا جوج بصلات مشلضين مزيان، عندنا خيزو محكوك، وعندنا فونغي مقطع طريفات صغار، عندنا الكروفيت منقي ومغسول، وعندنا عصير حامض حامضه معصوره. وانا درت معاه شويه تاع السمو، واللي ما عندوش سمو يقدر يدير الميرلا ولا يدير شي نوع ديال الحوت البيض اللي كيعجبو. وعندنا الشعريه الصينيه، والمقادير عندنا البزار والملحه والخرقوم العرق، طريقه القرفه والهريسه والربيع ضروري، القزبر والمعدنوس والثومه. هادشي كله في المقله. غادي ندير قطيره شويه تاع الزيت، وغادي نشحر فيه الكروفيت والسمو، غادي نشحرهم بجوج وفي مقله اخرى، وهذيك من حيدهم هما نشحر الكروفيت ونسلق الشعريه الصينيه، وغادي نجمع كلشي ونخلطهم ما شاء الله. كتجي واحد البريوات رائعين. نتوما بغيتو ديروهم بحال هكا مثلثين ديروهم، بغيتو ديروهم سيجار ديروهم كيما يعجبكم، بغيتو ديروهم حتى بحال البسيطلات الصغار ديروهم، يعني لكم الاختيار. انا شاركت معكم الفكره وانتوما لكم الاختيار، يعني ديروا مع الطريقه اللي تعجبكم. حنا عندنا شويه الورقه جافه غير كنحاولوا معاه باش نخرجوا البريوه كما بغيناها. ما كنت بغيت في الاصل نخرجهم بسيطلات صغار، ولكن الورقه جافه بزاف ما كتعطيكش الطوع في الخدمه. والمقادير انا غادي نحطهم لكم في صندوق الوصف ان شاء الله بالجرام بالتفصيل، يعني اللي بغى المقادير غيلقاهم في صندوق الوصف كاملين. ونتمنى الله تعجبكم هذه الوصفه وتشاركوها مع الاهل والاحباب ديالكم. اللي ما اشتركش في القناه يشترك فضلا وليس امرا. وشكرا لكم على التشجيع، شكرا شكرا جزيلا. بصحة فطوركم، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. جمعة مباركة.